السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. لازم اول محمد حلمي عبد الغني اللي هو 116 23. تمام يا فندم. القاضي كمين. تمام يا فندم. مساء الخير. تمام يا فندم. تمام يا فندم. وكيل مقاتل بس المجد عبد العزيز من قوه اللي هو 116 فرقه 23 الجيش الثالث الميداني. تمام يا فندم. تسليح الشخص بندقية علي. تمام يا فندم. تعاد فرق في المعهد اللي بصفة ده اللي بصفة ده سنة وثمان شهور يا فندم. سنة وثمان شهور. تنزل اجازة كل قد ايه؟ كل 16 يوم يا فندم. تنزل قد ايه؟ بنزل 8 ايام سيادة. 16 و8؟ تمام سيادة. انا كنت في نقطة زي دي من وانا صغير كده في سنك كده، كنت بعد 40 يوم بنزل 5 ايام. اقعد كام يوم؟ 40 يوم سيادة. وانزل كام يوم؟ 5 ايام. اه. وكان في عربيات بتتحرك ولا كان في طرق ولا كان في اي حاجة؟ متجوز؟ لا يا فندم لسه على وش خطوبة. انا مش هخطب. هتخطب يعني؟ هخطب سيادتك ان شاء الله. عندك شقه ولا لا؟ تمام سيادتك يا فندم. عندك شقه فين؟ في البساتين سيادتك. ده في الجيش ولا؟ تمام سيادتك. بتدفع كام استاذ شهري؟ بدفع 800 جنيه سيادتك. كتير ولا كويس؟ حلو يا فندم. لا صحيح. حلو والله. متشكر يا فندم. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ تمام فندم. جندي مقاتل شاو جمعه الشاو على قوات اللي هو 16 فرقه 23 سلاح الشخصي كازبر بجي اير 40 مل. تمام يا فندم. طيب انت منين؟ شبر الخيمه يا فندم. شبر الخيمه. بقالك قد ايه في الجيش؟ سنتين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ خلاص 10 شهور يا فندم. ثلاث سنين؟ ثلاث سنين يا فندم. ثلاث سنين؟ شغال ايه؟ شغال مع والدي في السنه الاسرائيليه. ها؟ سعودي في السنه. طب بتقرا وتكتب ولا مفيش خالص؟ بقرا واكتب يعني على قد مش اللي هو قوي برضه. هو بمسك تليفون بعرف اتعامل على التليفون. عايز تقرا ونكتب؟ ان شاء الله يا فندم الحمد لله. طيب مين هنا من زمالك بيحاول يساعدك؟ كتير يا فندم. زمالك كتير صح. وبعدين؟ اهو الحمد لله اتحسنت احسن من الاول بكتير. بتعمل كام في اليوم مع والدك؟ والدي بيديني 120 مثلا 150 في اليوم. ما تتكسفش من بس لازم نقرا ونكتب كويس. ايه ده فندم؟ وال10 اشهر دول؟ باسل فندم الراجل ده مسؤوليتك انت. اكيد طبعا يا فندم. فين محمد؟ فندم محمد الراجل ده لازم ياخد شهاده قبل ما يطلع في ال10 اشهر. اكيد يا فندم. شكلك نبيه يا ولد. شكلك نبيه. انت قاعد هنا بتقعد كام يوم؟ بتقعد في الخدمه بتقعد وقت قدامك. الوقت ده ما تضيعش ساعه منك انك تتعلم فيها وتاخد شهاده. لازم يا شباب. تمام زي سيادتك يا فندم. لا تمام زي سيادتك ايه؟ انا حصل عليه. هجيبه يا محمد. انا بتكلم بجد. هجيبك معاه ومش هيخرج. مش كده؟ مش عايز حاجه؟ ربنا يخليك يا فندم. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل ابو سعود النمر احمد فراج على قوه اللي هو 116 فرقه 23 مشاه ميكانيكي تسليح تغذيه بنقيه عليه. تمام يا فندم. منين يا نمر؟ من سواج يا فندم. ناس بتوع سواج مش طيبين قوي الصعيد. تسلم يا فندم. بالك قد ايه؟ اديني سنه وشهرين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ 10 شهور يا فندم. سنتين يعني؟ سنتين يا فندم. معاك ايه دبلوم؟ ثانويه يا فندم. طيب مش عايز حاجه؟ سلامتك يا فندم. تمام يا فندم. كنت مقاتل بطل اسلام سريع يا فندم باللي هو 116 فرقه 23 ساعه الشخص بالدنيا عليا. منين يا اسلام؟ من الشرقيه يا فندم. شغال ايه؟ شغال في فرن يا فندم. بتعمل كام في اليوم؟ 150 جنيه في اليوم يا فندم. متجوز؟ متجوز يا فندم. معاك تعليم ايه؟ دبلوم تجاره يا فندم. دبلوم تجاره. عايش مع والدك؟ اه يا فندم. والدك بيشتغل ايه؟ شغال يا فندم فلاح يا فندم. عندك ارض؟ اه يا فندم. كم فدان؟ فدانين يا فندم. ما تشتغلش معاه؟ بشتغل معاه يا فندم برضه يا فندم. كده وكده يعني؟ اه. عندك كم اخوات؟ اخين يا فندم. بس. انا واخويا بس يا فندم. انتوا اتنين بس؟ اه يا فندم. ما شاء الله. واخوك اكبر منك ولا اصغر؟ لا انا اللي اكبر يا فندم. اكبر منه بقد ايه؟ اكبر منه بثلاث سنين يا فندم. وهو في تعليم ولا؟ تمام يا فندم لسه في تعليم. كويس. مش عايز حاجه؟ شكرا يا فندم. صحيح. شكرا يا فندم. السلام عليكم. تمام يا فندم. جندي مقاتل كرولوس منصور جالس على قوه اللي هو 116 مشاه ميكانيكي فرقه 23 مشاه ميكانيكي الجيش الثالث الميداني تسليح شخصي بندقيه ليه؟ في حد بيدخن يا ولاد؟ حد بيدخن؟ ابو
سعود. تمام يا فندم. بتدخن؟ لا يا فندم. صحيح. والله ما بدخن يا فندم. عايز اصدقك. ابو سعود. تمام يا فندم. بتدخن؟ لا والله يا فندم. تعالى كرولز جنبي هنا، تعالوا جنبي حوالين مني يا ولاد. تعالى تعال. 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 تعالى قرب المجموعة دي. تعالى. أول ما اتخرجت من الكلية جيت هنا. عشت فيها دي أحلى أيام. عايز أقول لكم كلكم، أوعوا تفتكروا إن الأزمة دي هتفضل كده. شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين، مش كده؟ 10 سنين كان كله بيقول لك امتى الارهاب يخلص؟ امتى ايه؟ الارهاب يخلص. الارهاب خلص ولا بخلص؟ خلص يا فندم. بمين؟ فينا يا فندم. بيكم انتوا. وبرده الازمه اللي احنا فيها دي هتخلص بمين؟ فينا يا فندم. هم بيكم. وزي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ، أنا بقول لكم الأزمة دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم هيبقى إيه؟ هيبقى إيه؟ هيبقى إيه؟ تاريخ. تاريخ هيبقى إيه؟ تاريخ. بس لازم نعرق ونشهد قبل ما نخلص المسائل دي. لما خلصنا الإرهاب وخلصنا حاجات تانية كتير ده يخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. الهدف كله اللي انا عايز اقوله لكم انتم مع بعضكم هنا ومعاكم ضابط محمد ومعاكم باسل، يبقى في موضوعات تتكلموا فيها مع بعض، موضوعات مهمه تعرفوا لو في ازمه الازمه دي ليه والازمه دي ممكن تتحل ازاي، لو في حد من زمايلنا عنده مشكله نساعده ازاي، زي طبعا اوعى تزعل شوقي. تمام يا فندم. زي مثلا اخونا شوقي كده، نبقى احنا قاعدين هنا ومعانا اخونا ونسيبه؟ ها؟ لا يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. لا يا فندم. مش عايزين حاجه؟ شكرا يا فندم. اخبار رمضان بتاكلوا كويس؟ تمام يا فندم. صحيح. تمام يا فندم. انا سعيد ان انا شفتكم. احنا اسعد الله يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. لا يا فندم. خلي بالكم من نفسكم. تمام يا فندم. لازم برضه نبقى منتبهين. اوعوا تضيعوا وقت غير كلمه. تبني جسمك، تبني عقلك، تفهم، تتدرب كويس طول ما انت قاعد كده عشان تخرج من هنا. يبقى انا لما اقعد لي سنتين استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت. طيب هقول لكم على حاجه، عايز ساعتين خدمه، الخدمه دول تدريب، لما يجي حد هنصحي له قوي، لكن اقف كده بس ده مش كويس. والكلام ده انا كنت قلته وانا وزير عشان ابني رجال مقاتلين أشداء من ضمن البناء، بناء الجسم، بناء عقله، بناء إيه؟ عقله. عقله. نتكلم كلام مفيد مع بعضنا، ما نخافش من حد أبدا، ما نخافش يا أولاد من حد يا فندم. طبعا من هتقاتل إزاي زي ما قاتلته قبل كده. كل سنة طيبين. طيب يا فندم. متشكرين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة لتفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتكازات الأمنية في شرق القناة، والتي التقى فيها بمقاتلي قوات مصر القوات المسلحة في شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. أجرى في هذا وفي هذه الجولة السيد الرئيس أجرى حوارا مع مقاتلي قوات شرق القناة. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، كل عام والشعب المصري بخير، كل عام والأمة العربية بكل خير، ليس بمناسبة شهر رمضان فحسب وإنما بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات 10 من رمضان، انتصارات أكتوبر المجيدة والتي أعرب فيها الشعب المصري، وكان فيها الجيش المصري على قدر المسؤولية، كان فيها الجيش المصري معبرا عن آمال وعن طموحات الأمة العربية والأمة المصرية أيضا في صده للعدو الصهيوني الذي كان للأمة العربية بشكل أو بآخر.
مشاهدين الكرام، في هذا الإطار أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بوجوده وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية في شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية. وعبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فخره واعتزازه بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي، وذلك بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان. تلك الذكرى مشاهدين الكرام ذكرى العطرة التي تحقق فيها النصر لمصر الغالية بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري يدرس في أعتى الأكاديميات العسكرية على مستوى العالم. ذكرى النصر مشاهدين الكرام تذكرنا بأمجاد الجيش المصري وأمجاد الشعب المصري في هذا اليوم الميمون وفي هذا اليوم الجميل الذي كان بمثابة الدفاع عن أمتنا وعن عقيدتنا وعن شعبنا المصري. لهذا الإطار مشاهدين الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء أركان حرب عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء أهلا بك وكل عام وأنت بخير بمناسبة رمضان وبمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. أهلا سيادة أستاذ مصطفى وكل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري بل والعربي كله بخير وبسعادة. سيادة اللواء عادل، عندما نتحدث عن انتصارات ذكرى أكتوبر يكون الفخر والمجد والعزة والكرامة، ونتحدث وكلنا أمل وفخر بما حققه الجيش المصري وبما حققه أيضا الشعب المصري في هذه الحرب الغير متكافئة والتي انتصر فيها الشعب المصري والجيش المصري على أعدائه وحقق الأهداف المنشودة، كيف تتذكر يعني هذه الانتصارات العظيمة التي حققها جيشنا العظيم؟ أعتقد يا فندم أن كل التهنئة والتقدير للشعب المصري وللأمة العربية بحلول هذه الذكرى العطرة اللي فعلا كلنا دائما أبدا ما بتكون هي نبراسا لنا وموجها جيدا لنا لكي نتحدى التحدي وأنه لا صعب ولا مستحيل أمامها القدرات وعزيمة وإرادة الشعب المصري. القدرات القتالية للشعب المصري اللي ظهرت في التحدي وتحدي المستحيل وقهر الاحتلال واستعادة الأرض والعرض والكرامة من خلال عقيدة ثابتة راسخة جواه اللي هي النصر أو الشهادة ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة حتى نسترد أرضنا وعرضنا. هذه الأطروحة هي اللي كانت بتشغل بال ورأي كل المسؤولين داخل الدولة المصرية من جيش وشعب ومؤسسات وكل مفهوم الدولة بصفة عامة وكل مقاوماتها. الشاهد ان هذا التكاتف اسفر عن انتصار لازال يدرس كما ذكرت سيادتك ونتشرف به ونفخر به حتى الان وسنظل نفخر به لان ده دلاله على ان الاراده المصريه والعزيمه المصريه والاصرار المصري لا ينكسر ابدا امام شيء ولكنه دائما هو الغالب وهو المنتصر وكانت النتيجه الحمد لله استعادتنا لارضنا وعرضنا. حتى في ظل من التحديات اللي بتجابهنا يمكن السيد الرئيس اثناء تفقد اليوم لابناء القوات المشتركه شرق القناه وتحديثه وحواره المثمر الذي اشعرني انا شخصيا بكثير جدا من الشجن لان هذا 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 الشعور وهذا الاحساس بتواجد القائد الاعلى للقوات المسلحه على الخطوط الاماميه وتواجده بين ابنائه دلالة على أن الحمد لله ويقينا ثابتا أن الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية استعادت استطاعت أيضا أن تقضي على الإرهاب وتقضي على شقفته المعوق الأساسي للتنمية. احنا في إطار جمهورية جديدة وفي إطار تنمية شاملة وتنمية مستدامة ورؤية مصر 2030 فكان التحديات اللي بتقابلنا كتيرة ولكن أعتقد أن المشاهد اللي بنشوفها دلوقتي أكبر دليل على أن الحمد لله استعدنا فعلا سيطرتنا الكاملة على وقادنا على الإرهاب اللي كان بيحاول أن يعوق التنمية ويشل من حركة التقدم للدولة المصرية. ست لو عادل، بالإضافة لما ذكرت هناك أيضا موضوعات مختلفة تتعلق بتحديات كبيرة تواجه الدولة في هذا الموضوع وبالإضافة إلى أن هناك تنمية وهناك أيضا تنمية عمرانية على أرض الواقع في سيناء، كيف تتابع ما يجري وما تقوم به الدولة المصرية من جهود لإعادة الإعمار والتنمية والحفاظ على هذه الرقعة المباركة من أرض مصر؟ أعتقد أن الشاهد هنا في مجموعة من الأمور هناخدها شق شق، الشق الهندسي كان عمل إنشائي، لما أجي أشتغل في أربع مدن رئيسية وثلاثة ثانوية، اللي هي سبع مدن في سيناء تستهدف توطين من 3-8 مليون مواطن مصري. نبدأهم بالترتيب بدون شك، دفع الجهيلة وانتم الانتهاء منها.
الاسماعيليه الجديده وتم الانتهاء منها. السلام المنونيه بورسعيد 1 و2 تم الانتهاء منها، ادي 3. الرابعه بير العبد الجديده وجاري التجاري تحقيق الانجاز فيها. اللي عندي في الشرق في جنوب سيناء 3 مدن اخر و3 مدن رئيسيه. نعم. مدينه التجلي سانت كاترين دي احد المدن اللي سيتم افتتاحها في شهر ديسمبر القادم ان شاء الله في عهد القديسه هلانا. المدينه مدينتين اخرتين الطور الجديده ودهب الجديده، اذا 7. نعم. مدن في سيناء تستهدف توطين الكثير من ابناء الشعب المصري. الجزء الاول، الجزء الثاني فكره ربط الوادي بالدلتا من خلال الوادي والدلتا بسيناء من خلال الانفاق والكباري اللي تم انشائها خلال الفتره المنصرمه، يعني هناك اصرار عند الدوله المصريه لذلك. حجم المعدات الهندسيه. نعم. اللي كانت تم تجهيزها عشان تدخل سيناء للبدء والتاكيد على اعمال التنميه، اعتقد ان كلها شهود ودلائل كثيره جدا، اضافه ل 2225 كيلو متر طرق تم تنفيذهم لربط التجمعات البدويه. نعم. بالطرق الرئيسيه سواء كانت عرضيه او طوليه. كل هذا الكلام جزء من قليل. نعم. يعني قدمت الدوله المصريه لكي تؤكد وما زالت تقدم. نعم. حتى بقى سيناء هي الرئيسي في. نعم. هذا كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم سياده اللواء اركان حرب عادل العمده مستشار اكاديميه ناصر العسكريه العليا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، يوم 10 من رمضان هو اليوم الأبرز في تاريخ الأمة المصرية، هو اليوم الذي استردت فيه مصر كامل حقوقها وكرامتها وكرامة الأمة العربية، يوم الانتصارات والذي كان بمثابة اليوم الأفضل للشعب المصري، إذ تفقد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية في شرق القناة والتقى بمقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وذلك بالتزامن مع ذكرى 10 من رمضان، ذكرى انتصارات الجيش والشعب والملحمة الوطنية المهمة في تاريخ مصر الحديث. انتهت هذه التغطية مشاهدينا الكرام، ودمتم دائما وأبدا في رعاية الله وأمنه. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.